فهيرز وات اي وود ريكومند تو اني ون ذاتس لسننج تو ذس بودكاست اند لسننج سو فار ثانك يو سو ماتش فور لسننج اي وود ريكومند ريفيزيتنج بارتس اوف يور تشايلدهود اند ريفيزيتنج مواقف معينه حصلت لك وانت طفل او وانت عندك 6 سنين او وانت عندك 10 سنين والمواقف دي فعلا اثرت فيك just revisit it reflect on it عشان ممكن يبقى جزء من انت ليه حاسس ان انت مش شخص كويس او حاسس ان انت مش شخص يستاهل او حاسس ان انت شخص مؤثر في حياتك او انت حاسس او يعني لو في عندك مشاكل معينة ممكن قوي 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 يبقى جزء كبير من المشاكل دي اساسها صوت حد انت ركبته كصوتك وانت طفل. انا اكتشفت ان صوت الشخص ده من كتر لما هو كان تقيل ومن كتر لما هو فضل متكرر 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 تحول لصوتي انا, بس ده عمره ما كان صوتي انا. عشان تاني ما في no one is born hating themselves, مش حد فينا مولود, مش حد فينا بي بي يعني بيوعى الدنيا بيكره نفسه. دي يعني ده مش الطبيعي, ده مش العرف, ده مش العرف. ف I would urge you if you're listening to this, I would urge you to take care of yourself and I would urge you to revisit certain parts of your childhood وتحاول to connect the dots. I would also urge you if you feel like you can't do that alone to seek therapy. Therapy is so important. Therapy is so 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 important. I personally have not went to therapy. I've been doing my best alone في البيت. وأي مرة that it يعني I've been doing my best alone في البيت, as in I've been reflecting alone, I've been meditating every single day. But when sometimes it gets خلاص أنا مش قادر and things get very rough over my personal capacity, I seek help. I seek help from friends, I seek help from professionals, I seek help بشكل عام. So the therapy is very important عشان معظمنا ما عندوش الوقت إن هو يقعد ويعني ويحفر ويدج كده في الماضي, ومعظمنا ما عندوش السكيل سيت وما عندوش السلف اويرنس للاسف اللي يقدر يبين بوينت يقول اوكي يعني انا حاسس ان انا عمر ما هيبقى شكلي حلو او عمري ما هبقى جميل عشان وانا صغير كان حد دايما بيفضل يقول لي انت شكلك مش حلو. اوكي يعني انا حاسس ان انا عمري ما هبقى كويس او ناجح عشان انا طول عمري وانا طفل حد بيقول انت فاشل, حتى لو كان معلم بيهزر وبيتريق وانت عارف ان هو كان بيهزر. يا جدعان الحاجات دي بتفرق especially وانت طفل, especially as a fucking child. بس so this is honestly what I wanted to talk about in today's solo podcast. Let me tell you guys how I'm planning this to be. انا كده كده ان شاء الله هفضل اكمل اعمل بودكاست بجست, بس عشان بس زي ما كنت قلت في الاول حاسس ان انا مقدر فشخ, حاسس ان انا يعني متعذب شويه في موضوع الجست ده, عشان اليوم اللي ما بيجيش فيه جست ده معناه انا مش هعمل فيه بودكاست. انا I fucking love this studio and I love this platform and I want to keep creating عشان انا شايف دي حاجه لونج تيرم. فالسولو بودكاست ابسود زي كنت في الاول بفكر اعملها ان احنا ممكن مثلا اجمع شويه اسئله كتيره من الناس في كيو ان اي فرايدي واجي اجاوب عليها في البودكاست هنا, بس بعد كده اكتشفت لا, I'd rather have topics and I'd rather talk about these topics freely with no time cap with nothing. نفس بالظبط الكونسبت بتاع البودكاست, وان شاء الله ان شاء الله برضو هيبقى في guests all the time. وده كمان هيفيدني عشان ان شاء الله المفروض ان انا مسافر قريب, فانا مسافر هقعد حوالي شهر او شهر ونص في حتة كده, فان شاء الله I'll be recording all the fucking time وانا هناك. بس so we're 25 minutes in, I feel like it's time for me to end this podcast. كل سنة واحنا طيبين, رمضان كريم علينا كلنا. Thank you for watching, thank you for listening if you're still listening, and I'll see you guys in the next one. Peace.